السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نرسم موديل ونعمل له الانرجي موديل بتاعه، يعني كأن احنا بنتنقل من مرحلة البي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلينج لبيلدينج انرجي موديلينج البي اي ام. تمام. طيب هاجي اعمل ماس في طريقتين. في طريقة ان انا برسم الماس وابدأ اشتغل عليها، لسه ما دخلتش حاجة في المشروع بس عايز اعرف المعلومات عن الطاقة اللي فيه، والطريقة التانية ان انا برسم المبنى حوايط والحاجات ديت، وبعد كده اقول له اعمل التحليل بتاع المبنى. طيب هاجي دلوقتي اقول له انا عايز اعمل ماس امبليس ماس، هبدأ ارسم الماس في تحتي، هبدأ اختار من هنا ليفل 1 بالشكل دوت، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم حاجة تانية بقى على ليفل 9، ابدأ ارسم الشكل بتاعي. بالشكل دوت. تمام. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم من هنا لهنا كرييت فورم، عمل لي الفورم بالشكل دوت. تمام. هقول له فينيش ماس، ده الماس بتاعي اللي انا هعمل عليه الانرجي. هقول له ماس واروح بقسمه دي فلورز بالشكل دوت. تمام. اعمل سيلكت على الماس، ومفروض اروح للاناليسيس وابدا اظبط الاعداد ديت. بس اول حاجه لازم اعملها ان انا اروح للوكيشن اظبط الاعداد. طبعا لما تيجي تعمل تحليل لمبنى في مصر غير لما يتعمل في اوروبا، غير لما يتعمل في اي بلد مثلا حر بارد اتجاه الشمس، الحاجات دي كلها لازم اظبطها واختار البلد من هنا. تمام. او من انترنت مابيك. طيب بعد ما اخترت المكان اروح جاي هنا على مانج، واروح قايل له بروجكت انفورميشن، واروح مدخل الاعدادات بتاعه الانرجي سيتنج بتاعتي، وممكن ادخلها من مكان تاني الا وهو من اناليسيس. هقول له انا عايز اعمل المعلومات الانرجي سيتنج اهيت، تقول له هنا انت عايز تحسب الكونسبشوال ماس ولا عايز تحسب البيلدينج اليمنت، خلينا بالماس. الانيو ليفل من دول هو الجراوند، والباقي اللي تحت هيبقى البيزمنت، واللي فوق هيبقى الدور العاديه. الفيس بتاعك انا واحد فيهم اللي انت شغال عليه، الاناليتيك سبيس ريزوليوشن تبقى قد ايه، وهتدخل هنا تبدا بقى تشوف الاعدادات الخاصه بنوع المبنى، بيشتغل كام ساعه مثلا، بيشتغل 5 ايام بس، نوع نظام التكييف اللي هنشتغل عليه، الاوت دور اير انفورميشن كمية الاوت دور اير بير بيرسون قد ايه، او هنحسب الاريا، او هنحسب التغيير في الساعة، هتحسب تشتغل على السبيس ولا الروم، الكونسبشوال تايب بتاعك. تمام. يعني الوول الخارجية نوعها ايه تبدأ تختار، والحوائط الداخلية، طب الحوائط اللي تحت الأرض الماس فلور، كل الحاجات دي بتبدأ تختار على أساس يحسب من خلالها. برضو البيلدينج تبدأ تشوف فرايت ممكن تعمل كده بحيث ان هو ياخد الاعداد ديت على اي اعدادات تانية موجودة، واقول له اوكي اوكي. وبعد كده هاجي هنا اقول له كرييت انرجي موديل، هيبدأ يشوف ايه الحاجات الماسنج ويبدأ يعمل لها الحسابات بتاعتها. وبعد كده اقول له جنريت. ايه دلوقتي ان انا ابدأ اعمل اوبتمايز للاعداد بتاعتي على الانترنت على موقع اسمه انسايت 360، ده تبع اوتوديسك. اقول له اوبتمايز. تمام. فيبدا يفتح لي الموقع اللي اسمه انسايت 360، هو اوتوماتيك بيرفع الموديل ويبدا يعمل تحليل ليه بالشكل دوت. تمام. هنا بيبدا مقارنه بين المشاريع اللي موجوده، فممكن تقول له نت زيرو ويبدا يجيب لك الاعداد بين كل مشروع من المشروعات دي، كذا مشروع موجودين همت. ممكن تقول له طب انا عايز سيناريو اخر، فيبدأ يعمل لك مقارنة بينهم. ممكن مثلا نختار مشروع من المشروعات الموجودة. هو بيبدأ يجيب لك الاستهلاك بتاع الطاقة، ويجيب لك البدايل و و والحاجات دي، تحليل كامل لكل المعلومات الموجودة في المبنى، الأداء بتاعك هيبقى قد إيه،
الهيستوري بتاعك هيبقى ازاي، الاورينتيشن لو انا عملت اورينتيشن للمبنى التعديل هيبقى عامل ازاي، ده شكل مبنى مثلا من المباني اللي موجودة. طبعا الموديل بتاعنا لسه بس بيتعمل له اناليسيس ان بروجريس، شغال هو عليه دلوقتي. تمام، هنا ده بيوريك المبنى، بيقولك التكلفة بالدولار في الشهر هتبقى قد ايه في السنة. تمام، بيجيب لك هنا المكان ويجيب لك معلومات خاصة بالحوائط والشبابيك، ولو انت عملت شيدنج هتوفر قد ايه وهكذا. فبيديني معلومات تسهل عليا ان انا اعمل مبنى مستدام، وان انا احقق الريتنج سيستم سواء ليد او جيساس او كل ده من خلال الموقع ده. بيديني المعلومات، يقول لي مثلا لو انت استهلكت، لو انت استخدمت حاجات موفرة للطاقة هتوفر قد ايه، فانت تبدأ تشوف التكلفة نفسها هتبقى كويسة ولا لأ. تمام، الاتشفاك لو انت غيرت نظام التكييف هيبقى عامل ازاي، طب الصحي لو انت غيرت النظام الصحي هيبقى عامل ازاي. بيديني نصايح كتيرة ممكن الواحد يستخدمها يستفاد منها، يشوف استهلاك الطاقة بحيث ان هو يعمل المبنى ما يكونش عبء على البيئة او عبء على المكان.